مشاهدي لو سات تي في، اليوم عندنا ان انفيتي تري سبيسيال، سعيد الناصري. كيف لبس سي سعيد؟ هو في حق انا ماشي تندير البوز من اجل البوز، وانما يعني بعض التصرفات ديالي او بعض الخطوات اللي تنخطا تيخليو الناس يهتموا بهم. فبطبيعه الحال هذا تيبين على ان الحمد لله كاين واحد الحضور وكاين واحد الاهتمام بالاراء ديالنا وبالافكار ديالي، فهذا هو اللي كيخلي ان الخبر دغيا كيدور ودغيا كيتبعوه الناس، فتيخلق هذا النوع من البوز. حتى الفكره ملي كتجيب فكره جديده فبطبيعه الحال الناس كتعجبهم او لا تتفاعلوا معها، فتيولي واحد النوع من البوز يعني، ولكن الحمد لله بوز بوزيتيف ماشي نيجاتيف. سي سعيد جو مكسكوز، اشنو وقع؟ ما وقع والو الحمد لله. احنا الان هذه دابا اكثر من 5 سنوات باش كنحاولوا نتعاملوا مع التلفزيون، ولاسباب لا نعلمها يعني من طرف قرارات ديال الناس ديال التلفزيون ما فهمناش شكون، لان حاولنا نديروا معاهم لقاءات، حاولنا نجلسوا معاهم. ملي كنقول احنا تنقول الشركه ديالي يعني شركه الانتاج اللي خدمات مع التلفزيون هذه مده طويله وخدمات بالاعمال ديالي فقط، يعني قليل فين كنخدموا باعمال ديال الناس اخرين، لانني انا تنبغي نخدم حوايج دياولي وانا مامن بهم وعارف شنو كندير، وماشي الهدف ديالنا دائما هو الفلوس، لان شركات اخرى اهم شيء عندهم هو انهم ياخذوا الفلوس واللي يقلب بالمنتوج. فلذلك انا عملت هذه اكثر من 20 سنه ولا هذا عامل شركه ديالي هي اللي كانت تسهر على الاعمال ديالي كلها باش نقدر نقدم داكشي اللي بغينا حنايا وداكشي اللي غيرضي الجمهور، ماشي اللي غنفرضوه على الجمهور. لكن للاسف الشديد انا شويه لساني طويل وبغيت نغير بزاف د الحوايج، فهاد الحويجات وهاد لي زانترفونسيون اللي كندير ما عجبوش واحد العدد ديال المسؤولين. فبطبيعه الحال وقع واحد النوع من الحصار، ورغم انهم ما بغاوش يعطيو واحد ليكسبليكاسيون، تيقول لك ما كنحطوش حطينا في دفتر التحملات، كيقول لك ما كنقدموش اعمال، قدمنا اعمال لكن دائما كنلقاو الرفض، وبعض الخطرات كنلقاو الرفض بدون اي سبب، ما تيعطوناش حتى السبب. فبقينا تنضربوا مع الحيوط، كيف قلت لك ما كاينش مع من تكلم، ما كاينش مع من تحاور. عدد كبير ديال الفنانه الان تعانيوا من هذه المساله هذه، عدد كبير ديال الفنانه جالسين ما خدامينش، وخصوصا الناس اللي كيديروا غير التمثيل، يعني ما عندهمش امكانيه اخرى باش يقدروا يديروا مثلا سهرات، يديروا الوان مان شو او ليموغ بحالنا حنايا، ويخدموا في بيادين اخرى، تضطروا مساكين يتسناوا حتى تكون دراما او ليكون مسلسل او ليكون فيلم عاد كيخدموا. فهاد الناس كيعانيو، تتلقاهم ظروفهم الله يكون في العون، لانه كياخذ واحد الشويش، هذاك الشويش تيقدر يقضي به العام كله، ولكن لما كانش او جلس غير عام اخر فتلقى راسو ما لاقيش حتى ما ياكل. فهذه عند اللي كنعانيو منها. فانا حاولت نحارب هذه المساله هذه وندافع على هاد الناس هادو، لانهم خوتي وناس اللي انا بخيرهم وبالمعامله ديالهم باش قدرت نوصل ويعرفونا الناس ويعرفوا شكون هو سعيد الناصري، وخصوصا الفنانه القدام. فمنيش الامور تعقدت فكرنا في طريقه اخرى، تيقول لك اللي عنده باب واحد الله يسدو عليه، فكاين الباب ديال الويب الان ولا مهم، واليوتيوب الحمد لله فتح مجال. فدرت واحد التحدي انني ننتج ولو عمل بسيط في رمضان، خصوصا العمل اللي ما قبلوش اللي هو يا واحد السيت كوم، نشوف في القناه ديالي ديال الويب. لكن باش تنتج، لان الويب ما تيعطيكش، ما عندكش امكانيات، ما كاينش فلوس، ماشي بحال التلفزيون، لان لي سبونسور باقي ما تزاعمينش على الويب بحال التلفزيون، خصوصا التلفزيونات ديالنا. فطلبت من الجمهور الكريم والجمهور العريض اللي عنده رغبه انه يشوف سعيد الناصري ويشوف فنان اخرين على الويب ويدوزوا معنا رمضان يعني في احسن الاحوال واحسن الظروف، انهم يتعاونوا معنا ويعطيونا الصوت ديالهم. الصوت ديالهم تعرف بان الصوت المغربي مهم جدا، فصوت واحد راه وصل مسؤولين ما نعرف فين، راه البرلماني تيجري باش ياخذ صوت او جوج الاصوات او ثلاثه ويربحهم. فاحنا بغينا هذا الصوت يكون على الويب، احنا ما بغينا لا برلمان، بغينا يكون فقط انه يكون منخرط في القناه ديالي اللي هي قناه سعيد الناصري، حيت بزاف ما عارفينش كيفاش غادي نستغل هذه الفرصه. يعني ساهل انه فقط كيدخل اليوتيوب وتلقى واحد البلاصه فيها ابوني، لان كاين اللي كيدخل وكيتفرج وكيخرج ولكن ماشي ابوني بالحق، اللي كيدخل وتيدير ابوني هي ما فيها لا فلوس لا والو، يعني فابور، يعني كيدير ابوني كيولي محسوب عندنا ابوني. هذاك الابوني الواحد الا ولاو اكثر من مليون
اي سبونسور تيقدر يتعامل معك، تيقول لك انا غادي نتعامل مع هذه القناه لان فيها عدد كبير ديال المنخرطين، وهذا الفنان اللي هو فيها او هذا الفنانين اللي فيها الناس كيبغيوهم، اذا غادي نقدر نتعامل مع هذه الفنانه. فكيعطيونا حنا بحال الا تيشهد، بحال قلتي شهاده كناخذوها من عند الجمهور، هذه الشهاده هي اللي كتنفعنا باش نقدروا الحمد لله. سعيد ماشي مجامله، انت عندك المصداقيه وعشنا معاك المسلسلات، الله يبارك جوده، جوده عاليه والحمد لله. هذا هو الراي ديال 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 عدد كبير ديال ديال الجمهور اللي داروا هذه المساله، اللي قالوا هذا الشيء والتعبير ديالهم. انا دابا اللي عجبني هو انني في خلال 4 ايام القناه وصلت 340 الف او 330 الف ديال المنخرطين، يعني ما يعني سي ان ريكور في نهار واحد 74 ألف، يعني راه مدينة الحمد لله. هذا كيبين على أن الحمد لله هذا من فضل الله عز وجل، أن سعيد الناصري عنده واحد المحبة في قلوب الناس، وهذه المحبة هي اللي غادي تخلينا، وكاين واحد الاهتمام بالأعمال ديالي، فهذه هي اللي غادي تخلينا، وكاين أعمال ديالي اللي وصلت المليون، مليون ونص، جوج المليون ديال المشاهدة، يعني منهم أفلام، منهم أعمال باندية مثلا اللي حطم الرقم القياسي، وعبدو فؤاد الموحدين حطم الرقم القياسي، فباش نقدروا نديروا أعمال بحال هذه تيخصنا الدعم ديال الجمهور، الدعم ديال الناس. واللي عجبني هو ان الناس كيصيفطوا دي ميساج جميله جدا، فانا ما قدرتش نجاوب عليهم كلهم، ولكن اللي قدرت كنجاوب عليه تنقول لهم تنشكرهم، لان كلهم تيقول لك بغيناك وحنا معاك، من الاطفال حتى للشيوخ، يعني من الحفيد الى الجد، وهذا الشيء جميل جدا انك ملي كتعطي عمل لجميع الشرائح، وكذلك اهتمام ديال الناس بالويب، ان الناس بدات كتهتم بالانترنت، فهذا تيبين ان المستوى الفكري ديال المغربي راه تطور وغادي يتطور وغيمشي بعيد، ولكن للاسف فوالا لكن فوالا. وهذه المساله اللي خص يفهموها المسؤولين، المسؤولين خص يعرفوا بان المغربي الان، المغربي راه واعي وعايش في العالم كله، ما عايش غير في المغرب، وان افكاره راه ولات واسعه، وولات يقارن ما بين ما يقع خارج الوطن وداخل الوطن، وان المغربي راه اصبح ذكي وعارف وتعطي قيمه للاعمال، الاعمال حتى بالاعمال الشعبيه. الا لاحظتي ان كاينين شي حوايج داروا البوز في المغرب راه ماشي لانهم بالبلده ولا بالعكس، المغربي تيهتم بالحوايج ديالو، راه غير لاحظتي غير داكشي ديال الطبخ وداكشي اللي داروه في العروبيه الناس اهتموا به، لانه المغربي تيبغي يهتم بتوسكي ماروكا. وانا في هذا الفضاء اللي حنا فيه الان اللي هو نادي فانتازيا، تنشوف الناس كيجيو عندي هنايا وتيهز على خطره العتله وتيبغي خدمته هو، يعني باش تعرف ان المغربي مهتم بالتقاليد ديالو، متشبت بالباتريمون ديالو، وهذه هي الفكره اللي خصهم يفهموها المسؤولين، ويعرفوا قيمه التراب المغربي بالنسبه للمغربي اشنا هي. هذا هو السبب اللي خلاني انني ندير هذا التحدي ونوجد واحد العمل لرمضاني ان شاء الله. هذه الضجه اللي وقعت. انا كنا بدينا الحوار بالبوز، وسبقتيني ملي قلت لي التحدي، انا كنت باغي نقول لك يعني بدينا بالبوز، هذا 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 سان ديفي، الوغ غير تشرح لنا شويه كومون ما كاينه، سي با ان ديفي نيجاتيف مي لا بوزيتيف، لا هو ديفي، يعني لو ديفي ملي تنقول ديفي تحدي بيني وبين نفسي انا، يعني انا ما تنتحدى حتى شي واحد، انا تنتحدى غير شي ناس تيقول لك بان مثلا حيت دابا كيبغيو بعض المسؤولين على القنوات او لمصالح شخصيه او لشركه معينه منافسه، كتقول لهم علاش هذا ما تيخدمش، علاش هذا ما تيقول لك، راه ما بقاش في يدو، راه ما تيبغي حد، راه ما هادشي اللي هذا هو الاسباب اللي كدور، راه كيخلق مشاكل، تيبداو يلقاو لك اسباب، والناس بعض الخطرات مساكن ما عارفينش، لان كيشدوهم تيمانيبوليوهم، تيشدو عباد الله تيخرجوا شي حاجه في الويب، والناس كيمشيو مع لان ما عارفينش الناس، لكن حنا تيخصنا بحال دابا انت مثلا غايجي واحد كيعرفك وغايجي عند صحابك ويقول لهم فلان السير الكراكي راه كذا وكذا وكذا وكذا، وانت ما دافعتش على راسك، اذا اشنو غيوقع؟ انك بحال كتوافق على داك الشيء اللي تيقول، بينما الا جيتي عند صحابك وعطيتيهم الدليل وقلت لهم لا انا رانا راجل مزيان ومعقول وكندير وكندير وهذا الدليل، وان هذوك راه كذاب وكذا، اذا كتدافع على راسك، فالناس كيبداو يحترموك اكثر. فهذه اللي بغيت ندير، انا هذا لو ديفي مع نفسي انا، خلوك وليتي كتحس كتشك في راسك، كتشك في القدرات ديالك، وهذا الشيء اللي وقع ماشي غير في الميدان الفني، وقع لدكاتره ناس عندهم دي زانجينيور ماروكان دي تبارك الله، ناس اللي قراوا بزاف وداروا وعندهم باجاج كبير،
وركبوا فيهم الخوف وركبوا فيهم الشك في نفوسهم حتى مساكن ضاعوا. فمثلا تيجي وتيبقى يقول لي انت ما فيدكش انت ما عندكش والسيد عنده شواهد انت كاين طاوي على نفسه ما تيدير والو، بينما كاين شباب اخر كيهاجر اللي بغى يعني واحد الوقيته ولات لا فويد دو سيرفو. ها هي كاينه. واش دابا فراسك بان 7000 طبيب خارج الوطن غير في فرنسا غير في باريس، واش حنا محتاجين ليهم؟ حنا هو دابا هنا دخل ديسبونسر ما تلقاش فيه طبيب. سير سميتو لي سي اش يو، عندنا 5 ديال لي سي اش يو في المغرب، شوف الناس اللي خدامين فيهم. واحد مريض كيدخل ما كيلقى حتى باش الطبيب ما كيلقى باش يداوي. شوف لي زانجينيور عرفتي شحال ديال 260 واحد اللي دخل هذا العام اللي بقاو في فرنسا تيعطيوهم لا ناسيوناليتي. واش دابا كتظن ان فرنسا اغبياء غادي يجيو ويعطيو لواحد مغربي عربي اللي كاع النهار هما كيتحاربوا مع العرب وغيعطيو لا ناسيوناليتي وغيعطيو السكنه وغيخلصوه مزيان والمغرب هو اللي صرف عليه؟ قرارك بحال دابا انت ولا انا قررنا المغرب، كوننا المغرب، عطانا المغرب كل شيء، عطاتنا هذه الارض الخير كلها وفي الاخر تستافد منا بلاد اخرى، حرام. وهاد شكون اللي كيدير هذا الشيء؟ هادو ناس اللي كنعتبرهم انا اعداء النجاح واعداء هذه البلاد انا في نظري، لان اللي كيبغي بلاده وكيبغي لها الخير راه خصو يشجع ولاد بلاده ويمشي. ولكن علاش كنقول انا هادو هما ولاد الشعب الحقيقيين اللي كيدافعوا على 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 ارضهم وعلى بلادهم وكيحبوا بلادهم وتيحبوا ملكهم وتيحبوا هذا هو المغربي الحقيقي، لان احنا ما عندنا غير المغرب وما عندنا غير بعضياتنا. فلهذا هذا هو التحدي اللي بغيت ندير، والحمد لله ملي لونسي التحدي لقيت واحد الاقبال اللي رجع لي انا الثقه في نفسي. فالان انا مستعد نبيع هذا المحل، نبيع هذا ونصوب هذاك العمل ونقدمه للناس في التلفزيون، واخا ما باغيش نربح فيه انا، غير المهم نقدم للناس حاجه اللي هما بغاو يشوفوا فيها سعيد الناصري او الحله اللي بغاو يشوفوا فيها سعيد الناصري. سي سعيد حنا جينا عندك تي نوتر انفيتي، يمكن نسينا شي كاستيون وشي حاجه ما قلناهاش، ان ديرني مول لو بوبليك. الكلمه الاخيره اللي بغيت نقول في هذه الحلقه هو ان تنطلب من الاخوان المغاربه انهم يزيدوا يعاونونا وانهم يدخلوا لاشين ديال سعيد الناصري، كيف قلت لك قبيله يدخلوا اليوتيوب ويكتبوا سعيد الناصري ويتابوناو، يعني سهله باش يعطونا هاد القوه ويخليونا ان شاء الله نمشيو لقدام، وما يديروهاش غير معنا حنا، باش يديروها مع جميع معايا انا وانما مع جميع الفنانين اللي عندهم رغبه انهم يديروا هاد التحدي هذا. لان اللي جميل في هاد التحدي هو الكومونتير، وانك ملي كتقدم واحد العمل ديك الساعه كتعرف رد الفعل ديال الناس، يعني واش مزيان ولا ما مزيانش. ما تيكتبوش الدارجه بالفرنساويه كيعبر كما بغى، ما تتسناش حتى يكتبها صحفي، لا كتشوف بحال في المسرح بحال في المسرح، لان في المسرح ملي كتطلع وكتقول شي حاجه ضحكوا الناس ولا صفقوا عليك كتعرف رد الفعل ديالهم ديك الساعه، وهذا جميل جدا لانك كتحس براسك اشنو تدير ديك الساعه، يعني ليفالياسيون ديك الساعه من عند الناس الكونسوماتور لوي ميم، وهذا هو اللي مهم يعني من عند المستهلك. كذلك ان شاء الله وهذه غادي نديروها في حلقه اخرى ان شاء الله اللي غادي نتكلموا فيها، من ضمن الحوايج اللي حنا تنبرمجوا لهم عن طريق اليوتيوب هو اننا نخلقوا واحد لا سينيرجي ما بين هاد الشباب اللي كيبان لي انا الشباب الان بحال ضايع، كل واحد في قمته في لانيش ديالو تيحاول يدير ان بتيت شان دو ويب وتيحاول يعبر على داك الشيء، لا حنا بغينا نخلقوا لا سينيرجي ما بين القدام وما بين الجداد ويستافدوا من ليكسبيريونس ديالهم. وهذه كنظن ان شاء الله السير كرادي غادي نديروها ان شاء الله في واحد الحلقه اخرى باذن الله. تبارك الله.